شكرا. إن شاء الله دكتورة مي سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ صحيح كده، شو الأخبار؟ الحمد لله. دكتورة مي دكتورة في الهندسة المعمارية وتخصص التصميم البارامتري وباحثة وشاركت في تأسيس مدرسة جيت انفورم لتدريس التصميم البارامتري والبرامج المعمارية زي الراينو والجراس هوبر، ولديها 6 أبحاث منشورة في مؤتمرات ومجلات عالمية، وهي اللي عاملة اللوجو بتاع الملتقى. وهي إن شاء الله النهاردة هتكلمنا عن رسالة الدكتوراه اللي هي البعد الكسوري للعمارة الإسلامية حالة المدارس المملوكية. اتفضل يا دكتورة. السلام عليكم باشمهندس، بشكر حضرتك جدا. ويعني الواحد بيكون سعيد لما بيشتغل في حاجه تبع بيم اريبيا، وفكره الملتقى يعني كانت من الافكار الرائعه اللي الواحد تحمس لها جدا، لان دايما يعني الواحد دايما بيدخل في مؤتمرات ليها علاقه بالتوبيك بتاعه، فدلوقتي المؤتمر غني جدا اني اشوف يعني تخصصات مختلفه في اللاندسكيب او في العماره في المدني طبعا، فده بيعمل ريتشنس لكل تخصص فينا بدل ما كل واحد يكون شغال في اتجاه مختلف يعني. فبشكر حضرتك جدا على الفكره، وبشكر كل الحاضرين، وبشكر كل اللي ساهموا في المحاضرات، واتمنى ان شاء الله ان المؤتمر ده يكون نواه لنشر العلم للباحثين الطلبه الاندر جرادويت او البوست جرادويت، وان شاء الله يكون في فايده للجميع باذن الله. البحث هنا بين الباوربوينت مش كده؟ أيوة دكتورة باين ظهر. شكرا. البحث النهارده بعنوان Fractal Dimension of Islamic Architecture. الحالة المستخدمة هي مدرسة السلطان حسن الموجودة في القاهرة. البحث ده كان بالاشتراك مع أستاذي ومشرف الرسالة الدكتور محمد صبحي، وتم نشره في مجلة جامعة غازي في تركيا سنة 2019. طبعا هو كان جزء من رسالتي، علشان يعني أكمل إجراءات الدكتوراه كان لازم أنشره، وكان تكملة البحث تاني كنت عملته سنة 2012 عن البارامتريك ديزاين في العمارة المملوكية، وده تم نشره في 2012 في مؤتمر أسكال. الستراكشر بتاع البحث بينقسم للانترودكشن والسيجنيفيكانس والايم اوبجكتيفز ميثودولوجي وابليكيشن والكونكلوجن في النهايه. بداية البحث كان سؤال عن كيفية استعارة الملامح العمارة الإسلامية التاريخية أيا كان نمطها أو عصرها. دايما واضح المثال ده بحطه دايما في المحاضرات، لان نفسي ما حدش يعني، هو كان مثال كويس ساعتها، بس يعني ممكن ان احنا نطور احسن في العمارة الاسلامية الحالية او المباني اللي بتاخد نمط اسلامي في العصر الحالي، لانه هو استعارة بالظبط يعني، واخد استعارة زي ما هي لمدخل السلطان حسن، اخده بكل تفاصيله وحطه في مبنى تاني بنمط تاني مع بعض العناصر والمفردات المعمارية الاخرى، وده من المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي في يعني في تصميم العمارة الاسلامية الحالية. فكنت بتساءل هل ممكن هو ده اقتصرت على كده بس، ولا ممكن ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحالية والابعاد والاحداث والتطورات الجديدة، وان احنا نخرج عمارة اسلامية متماشية مع العصر بتاعنا. بدأت فكرة البحث طبعا ان احنا بدل ما اخد المفردات الاسلامية نفسها، ان انا احاول استنتج واحلل النسب الهندسية واشوف المعماريين الاسلاميين زمان قدروا يعملوا ازاي، يعني يبدأوها ازاي، يبدأوا التصميم ازاي، ونتتبع خطواتها واحدة واحدة. فدرست بعض الخصائص الهندسية للعمارة الاسلامية والنسب، وبالاخص ركزت على العمارة المملوكية، وكان التركيز على صفات الفراكتال كاركترستكس اللي هي بتوضح السيلف سيميلاريتي، وهنشوف يعني بعد كده، لان في ممكن تكون مفردات جديده هنشوف ازاي تطورها وازاي مصادرها والنظريات بتاعتها، علشان استخدم الفراكتال كاركترستكس دي كمدخل تصميمي في العماره الاسلاميه المعاصره. كان في هدفين اساسيين. اول حاجه ان انا محتاجه حاجه تخليني احلل نمط معين معماري معين بناء على خصائصه الهندسيه، وفي حاله البحث هنا بناء على الفراكتال دايمنشن لنمط المدارس المملوكيه وبالذات مدرسه السلطان حسن. تاني هدف كان استخدام هذه الخصائص كمدخلات في بارامتريك موديل يقدر ان هو يولد يعني زي فاريشنز مختلفه مبنيه على البروبرتي على الكاركترستكس دي او على البروبرتي دي.
منهجية البحث استخدمت التحليل الكمي لحساب البعد الكرسوري أو الفراكتال دايمنشن لمدرسة السلطان حسن، وبعدين قمت بتحليلها والتحقق من صحة الفرضية المقدمة، وبعد كده يعني الداتا اللي طلعت من التحليل دخلت كإنبوت في بارامتريك موديل عملته في راينو وجراس هوبر في الآخر، ومع بعض الإنبوتس التانية اللي كانت متمثلة في قوانين موجودة ليها علاقة بالنسب الهندسية للمدرسة المملوكية، وهنشوفها في الآخر في الأبليكيشن إن شاء الله. الأبليكيشن اللي اتعمل قدر إن هو يحلل، ممكن ان انا اعمل له تري يعني احطه على مبنى مدرسه السلطان حسن، واقدر احلل منه الفراكتال دايمنشن الموجود، واللي هيطلع منه زي ما قلت هيدخل مع بعض القوانين الاخرى علشان اقدر اطلع منه فاريشنز مختلفه مبنيه على الستايل بتاع مدرسه السلطان حسن فقط. كخلفيه معماريه، خلفيه عن نظريه الفراكتال ثيوري علشان اوضحها اكتر، لان ممكن يكون يعني ممكن تكون جديدة على ناس كتير. المصطلح ده تم استخدامه على يد ماندلبروف في الثمانينات، لكن تم تطبيقه الفعلي في الهندسة الإسلامية كان من زمان جدا، وده كان علشان الهندسة الإسلامية بتستلهم خصائصها من الطبيعة اللي كانت بتحمل نفس خصائص مثلا النمو في النباتات أو في الخلايا والانقسام الداخلي فيها، وطبعا كان بيسبقهم من زمن المقريزي والخوارزمي في دراسة النسب والهندسة المبنية على الطبيعة، وكمان البوزجاني مؤلف كتاب المشهور فيما يحتاج إليه الصانع من أعمال الهندسة. أكتر الأمثلة في العمارة الإسلامية بشكل خاص والمدن الإسلامية بشكل عام كانت معتمدة، أكترها مش كلها، معتمدة على البايوميمكري اللي هو بيعمل تناغم مع الطبيعة اللي موجودة فيها، وتم تطبيقها على كائنات مختلفة كتيرة، إذا كانت ظاهرة تبع الشمس أو القوقعة اللي هي كانت مستخرج منها النسبة الذهبية أو الفيبوناتشي، خلية التلج، الورود، الشجر، يعني أي حاجات ممكن في الطبيعة تقدر إنها تحقق النسب والهندسيات المستخدمة في العمارة الإسلامية زي ما احنا شايفين انعكاسها في القباب، انعكاسها في الأسقف وفي الزخارف. نظرية بنوا بعد ما بدأت ومن قبلها كان في علماء رياضيات وباحثين كتير استنتجوا فراكتال كيرفز مختلفة زي الكوخ سنو فليك مثلا وزي السربانسكي، فدول كانوا معتمدين على نظرية إن الشكل بيكون ليه مركز وبعدين بيتفرع منه نفس الشكل ده بيحصل له سيلف سيميلاريتي بيتكرر بسكيل أصغر على الحواف بتاعته او على السايتس بتاعته، وبتبدا تتوالى هذا القانون لحد الى ما لا نهايه. بس طبعا استخدامها في الهندسه المعماريه بيكون محدود، لان احنا ما نقدرش ان احنا نقدر نعمل نزود الجنريشنز دي، لان توصل لمرحله الفراغات بتتقفل وما بيبقاش مكان، ما بيبقاش مكان ادمي يقدر ان الانسان يكون موجود فيه، فلازم تكون لها حد معين. ده مثال من الهندسة الإسلامية إزاي إن بيكون عندي مركز أو شكل رئيسي اللي هو origin، وبيبقى فيه الجنريتور اللي بيبدأ إن هو يتكرر بسكيلز مختلفة حسب رول أنا بحددها في الـ في الـ في في أي ما أي حاجة، أي algorithmic أو أي script أو أي programming في أي برنامج، بس اللي أنا كنت مستخدماه هو كان راينو والجراسهوبر. ده كان مثال عن الاركتكتشر، ده فرانك لويد رايت استخدمها في البالمرز هاوس، وكان يعني هو ما كانش فيها مركزية زي المدارس المملوكية، لكن كان بيبين برضو صفات الفراكتال كاركترستكس الموجودة والمستخدمة بشكل آخر في العمارة. لوحظ ان في بعض الخصائص ثابتة للفراكتال جيومتري، ان لازم يكون ليها انيشال اوريجين، بتحصل فيها سيلف سيميلاريتي، السكيل بيقل مع كل جيل او مع كل جينيريشن او ريكيرشن بيطلع، كمان بيبقى بارامتريك، وده كان تخصصي الاساسي ان هو بارامتريك ديزاين، كل الرولز ريليتد لبعضها ومعتمده على بعضها. خامس حاجه ريكيرسيف بروسيس، ان لازم الاوريجين بيحصل فيه
بيكون موجود، وبعدين يجي الجنريتور ياخد اوريجين جديد يتكرر فيه نفس البروسيس تاني، يعمل وبتسمى العمليه دي ريكيرسيف بروسيس او فراكتال بروسيس. ومن ضمن خصائصها ايضا السيلف الترانسفورميشن والبرانشنج، اذا كان سنترال او يوني دايركشن ممكن ان انا اعمل يعني برانشنج في اتجاه واحد او في اتجاهات متعدده، وكمان السيلولر والسب ديفيجن. فكان كان الفرق ان انا كان ممكن ابدا البحث بان انا ارسم يعني اللي هو ستاتيك جيومتري اللي هي من نقطه للاين بتحولي لاين لسكوير، لكن الرسم بالشكل ده بيكون ديسكريت يعني متقطع. لكن البارامتريك جيومتري بتديني امكانيه ان انا اقدر اربط كل القوانين ببعضها، بربط نسب كتير ببعضها مبنيه على بارامتر واحد او اكتر من بارامتر، فبقدر اغير ويطلع لي فاريشنز بعد كده كتير تساعدني ان انا اخد قرار ممكن التصميم النهائي يكون اقرب لايه. هو النتيجه في الاخر عندي في البحث ده conceptual، يعني مش تصميم نهائي للمباني، بس ممكن تكون زي ملهم للباحثين او المصممين في تصميمات متقدمة. كان انا طبعا كمعماريه واجهت شويه صعوبه ان انا افهم الفراكتال اناليسيس، اخذ مني وقت كتير، بس يعني كان يعني في سوفت ويرز كتيره كانت بتساعد انها تحلل يعني البلانز وتحلل اي ايمج ممكن تطلع لي الفراكتال دايمنشن بتاعها. كان من اشهر اتنين بنواو، وكان في سوفت وير تاني اسمه اركي ايماج او اركي ايمج ده، وده كان اول ما بدات الدكتوراه، كان لسه معمول يعني بيتا فيرجن لي، وطلبتهم من الاوثرز بتوعه فعلشان اقدر اقارن القيم بتاعت الاثنين سوفت وير مع بعض. اول طريقه للاناليسيس اسمها بوكس كاونتينج، ودي بيجيبوا اي صوره بيقسموها لجريدز مختلفه، بيحطوا جريد بمقاسات مختلفه، وبعدين بيشوفوا عدد اللاينز الموجوده في كل جريد، في معادلة بيطلعوا بيها السلوب اللي هو بيطلع لي في الآخر الفراكتال دايمنشن. الطريقة التانية هي الستيب جريد اناليسيس، ودي ممكن ما تعتمدش بس على المركزية، لأنها ممكن بيبقى الجريد ممكن تكون ليها مقاسات مختلفة، بتعتمد على المسافات ما بين كل جريد والتانية وعلاقتهم ببعض. الفراكتلز ان الفراكتلز كانت يعني ظهرت جدا في المباني الدينيه، مش بس في المباني الاسلاميه، يعني كانت موجوده في المعابد الهنديه، موجوده في الكاتدرالز كمان الكاتدرائيه. فكان هي بيستخدموها كتير ليه؟ لان بيبقى فيها نوع من الطبيعه اللي هو انعكاس للطبيعه، او كمان يعني يعكسوا الفكره الفلسفيه بتاعت وجود ان الشيء فيه وحده ومتقسمه لاجزاء، زي كان الكون كل وحدانية الكون مع انقسام الحاجات الداخلية، الحاجات الفلسفية اللي ممكن نلاقيها في الاتجاه الصوفي. كان من ضمن مقولات كارل بوفل ان السيلف سيميلاريتي بروموت لارجنس، يعني الحاجات الصغيرة هي اللي بتأكد على الكبير، وده بيدينا اتصال الجزء بالكل. وكمان السكيل بتاع المبنى بيكون مرتبط بأقل وأصغر سكوير بدأ منه. بالقياس على المساجد وتطورها، هنلاقي إن في العمارة الإسلامية تدرجت مدى تعقيد المساجد حسب العصور. من العصر النبوي كان المسجد بسيط خالص على شكل مربع، ويعتبر كده الفراكتال ديمنشن بتاعه 1، وبعدين بيبدأ يزيد كل ما كان كل ما زاد الوقت لحد ما وصلنا للعصر العثماني. هنا باين زيادة الانقسامات اللي موجودة حوالين الفناء الداخلي للمبنى المركزي. ده كان دايجرام بيوضح ان هو في العصر الايوبي كان يعني بناء على استخدامات خاصه وفانكشنال، كانوا المسجد بدل ما كان مجرد بس ساحه بدا يتقسم لايوانات، ايوانين بس في العصر الايوبي، بدا يبقى 4 ايوانات في العصر المملوكي. في العصر العثماني كان اضافوا اليه كمان افنيه تانية محاطه بقباب.
ظهرت الصفات في العمارة المملوكية على مستويات مختلفة زي ما احنا شايفين، موجودة في المقرنصات، موجودة في النوافذ، موجودة في الزخارف، يعني الفراكتال كاركترستكس موجودة في كل تفصيلة في المسجد بتاع السلطان حسن أو في المساجد اللي كانت موجودة في العصر ده. كمان كانت موجودة على تقسيم الفراغات الداخلية، موجودة في القباب والأرشز، وموجودة في العناصر الجمالية زي المقرنصات والزخارف اللي على الحوائط. لو نظرنا مسجد السلطان حسن هنا كتحفة معمارية هنلاقي إن أصله نظام هندسي دقيق جدا. الفيديو ده بتاع دكتور طارق والي، وكان هو يعني مدخله للتحليل الهندسي مختلف عن بتاعي شوية، بس بيوضح إزاي انعكاس الهندسة الإسلامية والنسب من البلان للواجهات كمان، على يعني حتى كمان على الزخارف الهندسية المستخدمة، وكله بيتبع نظام هندسي واحد. وحتى زي ما احنا شايفين الفراغات والعلاقات الهندسية الموجودة وانعكاس نفس الهندسيات دي على الواجهات الخارجية والداخلية وعلى التفاصيل الدقيقة للنوافذ والأرضيات والمئذنة والقبة. وكان ده مرجع مهم جدا ليا اللي قدر ان هو يوحي لي ببعض الأفكار. تمثل مدرسة السلطان حسن مثال لتحليل وإنشاء المزيد من الأنماط بناء على ممكن الفراكتال دايمنشن بتاعتها. وبيظهر هنا زي ما احنا شايفين استخدام المربع كشكل كأوريجين موجود، بيبدأ يتفرع منه المستويات المتتالية. حتى في كمان أرضية مسجد السلطان حسن موجود استخدام الفراكتال جيومتري في مركزية السكوير الموجود المركزي، وواضح جدا الأربع سكويرز الموجودة في الأربع اتجاهات، وزي ما احنا شايفين حتى في الأركان كمان موجود فيها تكرار، فبيبقى في سب ديفيجنز معتمدة على الفراكتال جيومتري. هنا كان مراحل البحث بعد تجميع المعلومات وبناء التطبيق على برنامج راينو جراس هابر وتحليل المبنى، وبعدين وصلت في الاخر ان بعد ما الابليكيشن ان انا اقدر اطلع فاريشنز مختلفه مبنيه على النسب اللي كانت موجوده. دي كانت دراسه مبدئيه للدكتوراه، ان انا اخدت الاربع امثله اللي استخدمتهم في العصر المملوكي: مسجد السلطان حسن، مسجد السلطان قلاوون، ام السلطان شعبان، وامير خير بيك، وحللت فيهم النسب بتاعتهم كلها وعلاقه النسبه العامه لنسبه الفناء ونسبه الايوانات لبعضها، واشوف مين الفناء بتاعه اكبر من التاني ومين الايوان بتاعه اكبر من التاني، ودايما كلهم كانوا مشتركين في موضوع ان هما استرتشد ناحيه القبله شويه، وده كان مصمم بيعمل حتة الاسترتش دي علشان يأكد على اتجاه القبلة تبقى واضحة. بعد ما جمعت كل النسب وكل العلاقات الهندسية قلت ان انا هعمل لهم يعني زي رول بس مبني على variable واحد، على parameter واحد، وهو radius ال R، ال radius بتاع السيركل الموجودة inscribed جوه السكوير بتاع الفناء، فمنه بيبدأ كل العلاقات الموجودة حوالين المبنى نفسه حوالين الفناء. يعني مثلا ممكن تكون ايوان القبلة الدايجونال بتاعها 2 of this R، السايد بتاعها root 2 ال R اللي هو radius، فكل العلاقات مبنية على ال radius بتاع المبنى ده. بعد كده عملت أربع قوانين رئيسية، واحد للفناء، وكان طبعا يعني قانون للإيوانات الجانبية لأن هم بيعتبروا ميرورينج لبعضهم، وواحد لإيوان القبلة وواحد تاني للإيوان المقابل للقبلة. وبعدها استنتجت، بعد ما استنتجت الفراكتال دايمنشن بالتحليل السابق حطيته هنا كمدخل مع بقية النسب اللي كانت موجودة علشان أقدر إن أنا أستخدم، عملتها بسلايدر بارز بتبقى موجوده في جراس هوبر علشان اقدر يعني اتحرك في الفاليوز المختلفه واشوف الفاريشنز اللي ممكن تطلع لي منها. هنا دي الاربع دي مثال للفاريشنز اللي طلعت من التكوين او من الالجوريثم اللي كان موجود في جراس هوبر. ده فيديو بيوضح برضه ازاي ان هو بيعمل instant change، وكل حاجة يعني انا بدأت بيها بيعتمد يعني القوانين المعتمدة على بعضها، بتقدر تحرك كل حاجة مع بعض، مش بتبقى مثلا لو حركت خط او نقطة او حاجة بتحركها بشكل منفصل عن باقي المبنى، لان المبنى كله متصل كوحدة واحدة.
كاستنتاج للبحث كان موجود فيه ان العمارة المملوكية وبالذات السلطان حسن عبرت بشكل ناجح جدا عن الفراكتال جيومتري وبالذات السيلف سيميلر باترنز اللي كانت موجودة في مقاييس مختلفة من السكيل الكبير على شكل في اللاي اوت او في البلان لاصغر تفصيلة موجودة. البحث ده ممكن ان هو يساعد المصممين في تصميم مبنى ليه طابع معين، وكمان استكشاف وتحليل انماط معماريه تانية مش لازم تكون انها اسلاميه، وبعدين يقدروا منها يستنتجوا علاقات جديده مبنيه على نمط معين وعلى خصائص النمط ده مش على المفردات النهائيه اللي كانت موجوده فيه. ممكن ايضا يساعد المصممين في تصميم المباني التاريخيه او مباني جديده ممكن ان انا هحطها في مكان او في حي تاريخي، ان انا ازاي ان انا يكون يعني بيعتبر اسمه سنسيتيف مونولوج كونتكست او اركيتكتشر ستايل، فالمنطقه دي بتبقى حساسه جدا ان انا احط فيها اي ستايل او اي مبنى بشكل مختلف، لازم ان انا اراعي الكونتكست يعني النسب اللي موجوده في المكان اللي حوالين المبنى. التوصيات البحث هنا يعني ممكن طبعا ان هو يمتد لمجالات تانية، انا يعني اتمنى من الطلبة والباحثين ان هم يبدأوا يشتغلوا في الاليفيشنز بتاعت البيلدينجز ويشوفوا علاقات النوافذ لان هي غنية جدا في الهندسة الفراكتل، وكمان العلاقات ما بين النوافذ والارس في الواجهات. كمان على مستوى الاربن سكيل، لو احنا حد برضو من الطلبة قدر ان هو يدرس المدن الاسلامية كمثال، ان هو مثلا ممكن يشوف الرولز بتاعت عروض الشوارع مع وجود علاقة المبنى بالشارع وعلاقة الافنية اللي موجودة داخل كل مبنى، وكل دي بتبقى ليها نسب هندسية ما كانتش بيتبنى كده، كان بيبقى ليها تخطيط هندسي مصمم علشان يطلع بالشكل النهائي اللي احنا بنشوفه دلوقتي والمبني على الوظيفة اللي محتاجينها. في النهاية أنا بشكركم جدا لحسن الاستماع، وأتمنى يا رب يكون بحث يعني فيه إفادة لكم إن شاء الله. شكرا. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر. أنا يمكن حياكم. المرة العاشرة اللي أسمع لك محاضرة، وفي كل مرة ما شاء الله بتفاجئينا في حاجات جديدة. الله يكرمك يا دكتور، شكرا الله شكرا يكرمك، جزاكم لكم. الله خير. لو حياكم. في أي حد عنده أي أسئلة، إحنا فاتحين باب الأسئلة لو أي حد عنده أي أسئلة للدكتور. أستاذنا شمس ياسر، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا أنا مستمتع جدا من وقت ما دخلت، ومع إني جاي من سفر طويل، لكن أنا هعلق تعليق سريع علشان وقت الناس على البحث بتاع الدكتورة مي. البحث فيه حاجتين مهمين قوي بالنسبة لي، الحاجة الأولى قد إيه المعماري زمان أو من قديم الزمن ما كانش عنده ليميتس في التفكير، بالتالي كان بيطلع حاجات تفضل تدرس طول العمر. الحاجة التانية هي إن إحنا ناخد ده كدرس لينا كمعماريين وكمهندسين بنشتغل في إنجينيرينج، إن إحنا كمان ما يبقاش عندنا ليميتيشن في التفكير، إن يعني إحنا نقدر نبدع، إن ربنا خلق العقل الإنساني ملوش حدود، يقدر يطور من نفسه، يطور من المنتج اللي بيعمله، ويملى الدنيا بالجمال وبالفاليو اللي تخلي الإنسان دايما يقدر يبني حضارة يفخر بيها والأجيال اللي بعده تفتخر بيها وتدرسها هم كمان. نقطة أخيرة، يمكن في ناس كتير معانا مش معماريين، يا جماعة ديكوا شفت المعماريين مجالهم عامل إزاي، فبعد إذنكم يعني إحنا محتاجين اللي يطبطب علينا واللي يخلي باله مننا واللي يفوت لنا وكده يعني. شكرا جزيلا دكتور مي، وشكرا دكتور رشا على البحث الجميل اللي بيحمل قضية هامة جدا للعالم كله يعني. شكرا شكرا دكتور ياسر، الف شكر لحضرتك على التعليق المشجع ده، الواحد يعني محتاج فعلا دايما ان الناس يعني تحس ان احنا كلنا ماشيين على نفس التراك مش ضد بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. كويس. العامري مختص في العمارة الإسلامية من تونس، عايش في مدينة الحلوان. حقيقة المداخلة للدكتورة يعني شيقة حول العمارة الإسلامية،
خاصة عمارة المساجد وتطورها خاصة في الفترة المملوكية، ولعل هذه الفترة على الناحية المعمارية يعني قد تأثر بها المغرب العربي وخاصة مدينة القيروان التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي. حقيقة هذه النقطة مهمة جدا، لأنه أغلب الباحثين لم ينتبهوا لأهمية المعماري الإسلامي في الفترات الإسلامية وأهمية ما أنجزه عبر المراحل التاريخية وتأثير يعني العمارة المملوكية على المدن الأخرى الإسلامية التي واكبت يعني تطور الحضارة العربية الإسلامية في مجال العمارة. ولذلك يعني من هذا المنبر أرجو أن ينسج كل المعماريين على منوال هذا البحث لدراسة يعني أثر المعماريين والهندسة المعمارية في كل المدن العربية الإسلامية وخاصة في المعالم التاريخية الهامة، حتى نحافظ على الذاكرة المعمارية والمدارس المعمارية عبر التاريخ سواء في الشرق أو في المغرب. شكرا جزيلا لهذه المداخلة يعني الشيقة والقيمة، وأرجو من الدكتورة أن نتواصل لأنه في موضوع يخص يعني جزء من معالم مدينة القيروان لاستشارة هندسية في مجالها حول بعض النقاط. شكرا. بشكر حضرتك جدا وتحت أمر حضرتك في أي وقت إن شاء الله. يعني مهندس عمر بيبعت دايما الكونتاكت، ممكن نحن نتواصل بإذن الله تحت إن شاء الله. أمر حضرتك. شكرا. أنا حطيت اللينكات بتاعت لينكد إن للمحاضرين، فإن شاء الله تلاقيها على الشات، ولو في أي حاجة تكلمنا بعتها لك إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا. دكتور سنة استاذنا، السلام عليكم يا فندم، مساء الخير. ده يعني في البدايه يعني لابد نشكر حضرتك ونشكر الساده المحاضرين الافاضل وكل المعاني الجميله، وخلاص من دلوقتي احنا هنحط على الاجنده الوقت ده مستقطع لحضراتكم من فرط الافاده، واسمحوا لنا بقى نجمع تلامذتنا والناس اللي معانا في الدراسات العليا هم موجودين. يعني هو بس حتة سؤال بعد إذن سيادتك لأختنا العزيزة الدكتورة مي، هو 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 مرة رأيت المداخلة دي هنا في المحاضرة دي، ومرة في محاضرة سيميلر على دراسات في التهوية تحديدا على أظن بيت الشحامي والدرقاعة والقطاع النمطي بتاعه الجميل. هو باستنتاج حضرتك كده إنه الناس دي كانت بتصمم الكلام ده بغريزتها القوية، لما قاعد يفكر بعمق جديد طلع الحاجات اللي النموذج الرائع والرهيب في الاناليسز اللي حضرتك بتقولي اللي عمله اظن الدكتور طارق والي، انه رياضيا ده بيسلم ده بيسلم ده بيسلم ده، طلع في الاخر بيطابق الفكر الهندسي باستخدام الكمبيوتر. هل معنى ذلك انه غريزه الشخص الفطري الجميل اللي حتى نقل الكلام ده من تصميماته الفكريه وأسقط على أرض الواقع طلعت بالشكل ده لدرجة إن لما يتعملها ري أناليسيس تاني تطلع منطبقة معاه، ولا بالفعل كان في علوم واندثرت؟ يعني ده سؤالي وشكرا. شكرا لسؤال حضرتك. والله هو فعلا أنا بميل أكتر للاختيار التاني، إن هي كان في علوم واندثرت. يعني في علم كامل في طبعا هو زي الخوارزمي هو اللي عمل علم الالجوريزم، فالحاجات دي ما كانتش بتطلع لمجرد يعني عايز اقول بفطرتهم، لا كل حاجة كانت مبنية على قوانين وكان في أسس وكان في كتب. طبعا في منها بيوصل لنا، في منها بيترجم، وفي منها بيرجع لنا تاني بأسماء علماء تانيين من أجانب، وفي منها اتحرق، وفي منها ناس محتفظة بالنسخ الأصلية برا في أوروبا. فكان في علم، كان في علم قوي جدا، وإحنا يعني أنا نفسي إن إحنا يعني نرجع تاني نشوف الأسس اللي كانوا شغالين بيها ونوسع دراستنا في الهندسة الإسلامية وفي العمارة الإسلامية، لأن ده جزء من هويتنا كمسلمين. بس فده يعني ده كان رد على السؤال حضرتك. جزاكم الله خير يا فندم، متشكرين. وإياكم يا رب.